كنتم في سورة الحديد اقرأ آية 3 وهو معكم أينما كنتم. إذا صدقتم هذا الشيء أنت فائز، أنت ناجح. هاي المرحلة الأولى. زين، ثانيا الإمام الكاظم يقول وأن تعرف ما صنع بك. صنائع الله شنو يعني؟ شلون الله صنعنا؟ أنا مصنوع، أنا بشر. شوية أقعد فكر. الإمام علي عليه السلام يقول الله منطيك شحمة اسمها عين. هاي شحم، هاي شلون تشوف الدنيا؟ الله منطيك عظمة اسمها أذن، شلون أي صوت يجي تفتهم هذا صوت أخوك، عمك، أبوك، استادك، شايب، كبير، صغير، ملايين الأصوات تقدر تشخصها بدون ما تفكر. شلون كمبيوتر هذا الله منطيك إياه بإذنك؟ عجيب. الله منطيك قطعة لسان، قطعة لحم. هذا اللحم، هذا القطعة اللسان كم مليون خلية بي؟ شلون 4 ملايين عرق بي؟ هاي أطباء، كلام الأطباء. أي مذاق يحس رأسا بالكمبيوتر أسرع من الكمبيوتر يتكلم. لحظة إذا صار ألكن شي يصير الإنسان. قدرة الله، عجائب، غرائب، صنائع الله. زين، في مسألة صنايع الله إخواني، أكو أمور الإنسان يشارك الحيوانات. يعني الحيوان إلى غريزة الأكل، الإنسان إلى غريزة الأكل. الحيوان عنده غريزة النوم مثلا، الإنسان. الحيوان عنده غريزة حب الأولاد، الإنسان يحب أولاده. أكو أشياء الإنسان يشارك الحيوانات، ولكن هذا الإنسان المفكر إذا فكر يشوف عنده أشياء يميز عن باقي الأشياء، حتى عن الملائكة. يتألق شنو؟ الله سبحانه وتعالى منطيك شيء اسمه عقل، منطيك قوة اسمها الذهن، منطيك قوة اسمها الوجدان الأخلاقي. هاي ما موجودة في أي موجود غير الإنسان، أي كائن حي. الوجدان الأخلاقي، احترام النفس، محاسبة النفس. أكو أشياء فكر، هاي عطايا إلهية. عد هذني الله منطيك ياهم بالبلاش. اقروا في أواخر هاي أيام القرآن، ربيع القرآن، في أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أهل العقول يفكرون. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان وقت السحر الجارية جايبت له طاسة وين حتى الإمام يتوضأ. الإمام وضع يده في الماء، نظر إلى السماء، الله، هاي النجوم. بدأ يقرأ هاي الآيات ودموعه تنهمر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قايم قاعد نايم كله بفكر الله. مو يذكروا يعني يقول لا إله إلا الله، هذا زين، هذا ذكر اللساني. يذكرون الله يعني دائما الله قبالهم. يعني إذا كان واقف صار شيء حرام يشرب، يعني قاعد نايم في أي حالة دائما تفكر الله، دائما يخاف من الله، دائما يدري الله دي. إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب يقولون هذا الذي جدا حساس، عود يمثلون هذا باب تقريب الذهن. إذا شايفين ذول يلعبون كرة الطائرة، الحكم يقعد عند التور هالشكل زين، يشوف الكرة، الكرة راحت على الخط لو عبرت الخط، هذا رقيب يعني بالدقة يشوف. الله عليكم يا ناس رقيب، كل شيء يدري، كل شيء يشوف، كل الحركات والسكرات ما تعبر على الله سبحانه وتعالى، كل شيء أمام مكشوف. كان عليكم رقيبا. صنائع الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مو باطل، هذا أكو وراء هدف، أكو وراء عقل، أكو وراء تدبير. الله سبحانه وتعالى أعطاكم هاي الصنايع أن تفكر ما صنع بك. إذن أنت مرتبتك يا إنسان أعلى من الملائكة. في آن واحد تقدر تتألق. قال جيت أعبر سوق القاهرة، شفت فرد شاب، هذا الشاب يمد إيده حداد. أنا أذكر بكربل كان عنده حداد، كان عنده هاي الكورة النار يخلي الحديدة بيها صغير حمرة يخلي على سندان يدقها. بعد ماكو، قديما كان أكو. فيقول شفت هذا الشاب بسوق القاهرة يمد إيده ياخذ الحديدة الحمرة
بايده بدل الملقط بدل كذا هيك ياخذ بايده ويخليها عاد صدوق كذي اذا ما تحترق. تعجبت اجيت قلت لعمي انت منو انت؟ قال انا رجال فقير على باب الله. ايدك ما تحترق اجغار ما اتحملها. قال هذا من اثر دعاء قلب مكسور. بالحديث القدسي اكو انا عند المنكسره قلوبهم. اذا شفت مؤمنين مؤمنات اذا شفت واحد قلبه مكسور روح قل له ادعي لي، هذا دعاء مستجاب صاحب القلب المكسور. قال صار قحط ايام زمان مو الان، هذا دائما كان. اخواني لا تتعجبوا، الامام علي عليه السلام بين قوسين الامام يقول الدهر، احفظوها روايه روايه حلوه وآية حلوة يبرد القلب، الدهر يجري في الباقين كما كان يجري في الماضين. يعني مو هسه سنة 1442، ارجع 100 سنة قبل 1302 هم كان هاي المشاكل، خبز ماكو، مشكلة، صعب، دجاج غالي، هاي المشاكل اللي تشوفوها مو شيء جديد ترى. هذا دائما الناس الدنيا دار بلاء دائما. يقول صار قحط في القاهرة عاصمة مصر، خبز غالي، ناس ما عندهم فلوس، حكومة ظالمة، يوم على يوم ضرائب أكثر، كاسر ظهر الناس. لا الناس لا حول لهم ولا قوة، شو يسوون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو شو سوى؟ دق إيد بالحائط. يوم على يوم مواد غذائية أغلى، بلاء شوي. أم هاي بعد من ذنوب بني آدم، هي آثار. هذا الولد المصري يقول كان عندي جارة مرة شابة عندها طفلين، زوجها مات. زين الإمام علي عليه السلام كلمات أمير المؤمنين هذا شهر رمضان يقول ما إن تأوهت من شيء رزئت به. تأوهت من الآه. الإمام يقول أنا آهي ما طلع مثل هذا المورد. يعني أمير المؤمنين شايف مصائب، السلام عليك يا أول مظلوم، يقول أكثر آه كسر قلبي شنو كلام أمير المؤمنين؟ ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر. ليش؟ قد ما مات والدهم، من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار وفي الأسفار والحضر. هذا أبوه كان عنده الآن طفل يقول بابا اشتري لي آيس كريم، بابا اشتري لي تفاح. اليتيم شي يسوي؟ المن يقول بابا؟ وعندنا روايات يقولون مقابل الطفل اليتيم لا تمسح على رأس طفلك، لا تدلع طفلك، لا تبوس طفلك، لا تخلي هذا اليتيم يحس أنه هو ما عنده. هذا الطفل عنده بابا، هو ما عنده بابا، يتيم. يقول هاي المرأة ماتت، زوجها مات، عنده 2 أطفال أيتام، مرأة شريفة عفيفة محترمة، أنا ما أدري بحالتهم. هاي واحدة من المشاكل اللي يسأل الإنسان عنها يوم القيامة. رسول الله يقول ما آمن بي، يكذب اللي يقول أنا مسلم، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع، يكذب مو مسلم. إذا عندك جار أيتام أرامل فقراء اسأل أحوالهم، حاول تعرف حالهم شنو، مو بس أنت عندك بطن أولادك عندهم لذة، هذا هم أطفال هم عندهم بطن هم بشر. يقول أنا ما أدري. يوم من الأيام إجت هاي المرأة الشابة المصرية طرقت باب بيتي، اجيت قالت يا رجل انا جارتك، تدري زوجي مات، ما عدنا، وعندي انا 2 أطفال ايتام، لله اعطيني كم لقمة خبز اعطي لذول الايتام. يقول في لحظة اجاني الشيطان، شفت ما شاء الله طول جمال، قلت له اعطيك اكثر من الخلقود، اعطيني ايدك بالحرام. قالت أنا زوجي ميت، أنا في حال عدة، المرأة في حال العدة تحرم، حتى عقد ما يصير تعقد عليها.
كل طريقة ماكو إلا نتخلص عدتها إذا تريد هم تعقد عقد جديد. قلت له على الأقل إذا تطيني إيدك بالحرام خبز لحم كل شيء جاهز، وإلا سد باب وجهك. راحت باكر اجت دقت الباب، بس شنو متحجبة شريفة، قالت يا رجل ارحم ارحم ترحم، انا اطفالي دي يتضورون من الجوع، انت الي لا تطيني، ارحم اطفالي اطيهم انت اجيبهم اطيهم لقمة خبز. قلت لها كما قلت شيطان قدام عيني، تطيني ايدك في الحرام لقمة حاضر. راحت اليوم الثالث اجت دقت الباب، قالت يا رجل ارحم اطفالي الان اغمي عليهم من الجوع، وقعوا في حال اغماء. قلت لها اشرف، قالت خلص مستسلمة مستسلمة، ولكن انا مرة عايشة بشرف، ناس يعرفوني مرة شريفة كذا، هسه انت تريد طريق الحرام، اريدك تاخذني مكان احد لي يشوفنا. قلت لها تكرم عيني، عندي بيئة خاص، ان شاء الله بكربلاء ما عد، في بعض البلاد انا بعيني شايف 2-3 شباب يأجرون شقة للفسق، للفجور، لشرب الخمر، للزنا، خاص ما حدا ما يدري، بس كأنه الله ماكو، ما حدا ما يدري. قالت يلا، يقول وديته إلى بيت الفسق، بس قفلت الباب شوف إذا قام ترجف كالسعفة، شبيج؟ قالت أنا مو قلت لك أنا عايشة بمي وجه، وديني مكان أحد لي يشوف. قلت له والله أنا ماكو أحد، ما حد ما يشوف. قالت مو الله دي يشوف، الله دي يشوف. يقول بس قالت هاي الكلمة أنا ارتجفت، قلت هاي ولا مرة زانية وهالشكل تخاف، وأنا اللي قضيت عمري، فقد قضيت بالتسويف والآمال عمري، إلهي خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يؤتيك منا بعمل قبيح. قلت لها متى الله، أنا تبت إلى الله، خذي ما تحتاجين هاي فلوس، كل ما تريدين شيلي. يقول قامت المرأة فتحت الباب من قلب مكسور، قالت يا شاب أسأل الله أن يبرد عليك نار الدنيا والآخرة كما أطفأت نار شهوتك. قالت راحت. باكر اجى باب الدكان أشوف النار ما تأثر علي، هاي الكورة من بعيد تحرق، شوي شوي مديت إيدي الحديدة الحارة أخذ بإيدي ما تحرق إيدي. دعاء مستجاب، دعاء القلب المكسور مستجاب. هذا الإنسان المفكر، أولا أن تعرف ربك، ثانيا أن تعرف العطاء الرباني شنو، زين، ثالثا اللي مر الكلام هنا أنا، أن تعرف ماذا أراد منك. زين أسأل الله شو يريد من عندي، خلقني جابنا بالدنيا، الله سبحانه وتعالى أوصلنا إلى مرحلة اليقين والحمد لله، بس اليقين كافي. الأنبياء الأولياء هل قد قدموا ضحايا، هل قد قدموا في سبيل الله دماء، على إيش؟ على هاي المرحلة الثالثة، أن تعرف ماذا أراد الله منك. يعني تكليف، شنو تكليفنا احنا؟ طلعوا التكليف منين اتعلمه؟ اتعلم الهي انت اللي خلقتني شنو تريد من عندي؟ الله ما عنده لسان يحكي وياكم، لسان الله هم الانبياء. البشر نوعين،
نوع هم أنبياء الله، هذول هم واصلين إلى مرحلة اللي يتلقف الأوامر الإلهية بنفسه، ينزل عليه الوحي. ولكن أكو ناس لا، ما يتحملون، عن طريق الأنبياء يراجعون الأنبياء. وأنزلنا إليك الذكر، هذا القرآن، لتبين للناس، بين لهم. القرآن ذكر بأحكام، بين للناس أحكام القرآن. شنو هاي الأحكام إخواني؟ الله سبحانه وتعالى كمثال بالقرآن يقول أقيموا الصلاة. أقيموا، شلون أصلي؟ هذا شلون أصلي؟ أتعلم من رسول الله شلون أصلي، شلون أتوضأ. شهر رمضان إخواني مو عيب بل شرف، الإنسان يروح عند واحد أكبر من عنده يتعلم شلون أتوضأ. كثير من الناس وضوهم باطل، كثير من الناس صلاتهم باطلة. شايف أنا بالحرم يصلي باطلة صلاة، ويوقف ويلطم يقول يا حسين يذكرك بطرف لساني. إيه صحيح، ولكن الحسين عليه السلام طلب من عندك التقوى، الصلاة الصحيحة، الوضوء الصحيح. يا عيني كثير من الشباب أنا شايفهم أصلاً مجلس أنا ما شايفهم يقعدون، لطم أول اللطم يجي على رأسي أنا ما ألطم. ولكن الإسلام مو بس لطم، هذا ورا اللي تلطم على الحسين عليه السلام تعلم مبادئ الحسين. الحسين عليه السلام قتل لأجل إيش؟ لأجل الدين. إنما أداء حص هذا ولا غيره، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. سيرة أمير المؤمنين شلون كان يا جماعة؟ أمير المؤمنين شلون كان يتوضأ؟ أمير المؤمنين شلون كان يصلي؟ أمير المؤمنين كان عنده وسواس لو ما عنده وسواس؟ يعني شلون بعض الناس تدخل عنده 20 مرة يطهر إيده وبعد الشاك؟ شلون يصير هذا؟ فكروا شوية، لازم نتعلم من عندهم. أولياء الله أن تعرف ماذا أراد منك الله، شنو يريد من عندنا. رسول الله يبين، زين رسول الله هو كان لمن هو كان القرآن يبينه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش قريب 63 سنة والتحق بالرفيق الأعلى، ومن بعد شنو نسوي؟ بإجماع الأمة الإسلامية لعن الله من غير كلام رسول الله، بإجماع الأمة قال رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، هذا كتاب الأحكام، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما اثنينهم لن تضلوا، لن للنفي المؤبد، لن تضلوا بعدي أبدا، شرط تكونون وياهم دائما. يا أمير المؤمنين شلون أصلي؟ يا أمام صادق شلون أروح للحج؟ أحكام الحج ممن أتعلمه؟ زين في أيام غيبة الإمام الحج عليه السلام من الذي يعلمنا المسائل؟ نروح للمتخصص في أعمال الدين، العلماء، العلماء الربانيين، العالم الذي تعبان على نفسه، هذا أتعلم من عنده. وإلا شوفوا إخواني، أنا أجيب لكم مثال من التاريخ، أكو كتاب اسمه مصابيح الأنوار، بالمناسبة الآن أذكر في هذا الكتاب المصدر يقول أنه أيام الإمام الصادق عليه السلام، زين الإمام الصادق آية الله العظمى، المرجع الديني الأعلى للطائفة، الإمام الصادق روحي له الفداء، إمام معصوم نائب رسول الله، ولكن السلطة والقوة والفلوس بيد رجل ظالم خمار فاسق فاجر اسمه أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور الدوانيق الفاجر الخمار القاتل، وشلون مجازر عند المنصور؟ خلي كل بغداد يخلونه باسمه، مو مدينة المنصور، كيف رجل تاريخ السنة كاتب كان فاسق. زين هذا المنصور الدوانيقي الذي واحدة قطرة من بحار فسق وفجور، راد يروح إلى الحج، ولي العهد ماله اسم المهدي، المهدي العباسي ابن المنصور أبو هارون، هذاك كان منهمكا بالفسق والفجور والفساد وفي طريق الصيد راح إلى جهنم، ما علينا. المهدي كان راح يصيد، ولي عهد الأمة الإسلامية
مو ولي عهد بغداد، ولي عهد الأمة، يعني نص الكرة الأرضية كان تحت حكمهم. فقدم المنصور مفتاح انطل زوجة المهدي بنت أخو اسمها ريطة، ريطة ريطة كانت زوجة المهدي. قال بابا هذا المفتاح خليه يميك، أخاف أنا أروح للحج أموت، المفتاح إذا أنا رجعت يطيل المفتاح بيدي، وإذا أنا ما رجعت يطيل المفتاح بيد ابني المهدي ولي العهد. الجنة أخذت المفتاح خلت بالرأسونة. المنصور راح انقضت في المدة، المنصور راح إلى جهنم، نسوا المهدي صار ملك، نسوا. يوم من الأيام ريطة تذكرت المفتاح، اجت شالت المفتاح، قالت لبابا تعال هاي أمانة أبوك الطاني. المهدي شاف قال ليش ما انطيتيني المفتاح أسرع؟ قالت المفتاح وين؟ قال مفتاح السجن، سجن آل محمد ابناء رسول الله. اجوا إلى بغداد منطقة الكرخ، لا إله إلا الله، والله واحد قلبي يتقطع، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. شو مسوين؟ لأنهم أبناء فاطمة، أبناء الحسن والحسين. فتحوا الباب شافوا هذول أكثر من 160 سيد من أبناء رسول الله كلهم ميتين من الجوع والعطش، من الجوع والعطش. المهدي عليه لعائن الله بدل ما يقول زين أقلا اطوهم لأهاليهم الجنائز غسلوهم كفلوهم، أمر قال هدموا سقف السجن عليهم خلي هنا يصير قبورهم، وابنوا على قبورهم على جثثهم سوق موض، احنا نقولها دكان دكاكين قيصرية، واحدة من المولات ببغداد على عظام ابناء رسول الله. وين؟ ما ادري، منطقة الكرخ. تسمعني هذا المنصور فاسق، لحيته طويلة، كان يدعي أنه نائب الله، وإلى الآن إلى الآن بعض الطليان يقولوا له رضي الله عنه، يا ريت عقل الطلي كان عندهم. هذا طار تاريخهم ترى مو تاريخي. فالمنصور الدوانيقي سمع جاي واحد ساحر، لا مجموعة سحرة جايين من الهند، هذول يصنعون العجائب سحر. دعاهم على مائدة تقريبا كانوا 70 ساحر. هو بعقليته شاف دور السلوك يصنعون العجائب، يسوون مثل حيوانات، حيوان يصيح حيوان يمشي. قال لهم عندي فد واحد إذا قدرتوا تسحروا لكم ما تريدون، بس أريد تفضحوا. قال له منو؟ قال ابن عمي اسمه جعفر الصادق، أنا أسوي لكم مائدة أكل وعزم الجعفر، سووا فد شيء خلينا نفضح حسب عقليته هو. الإيمان ما عنده. هذا الإمام الصادق عليه السلام صاحب التقوى واليقين. دعاهم ودعا الإمام الصادق، الإمام عليه السلام يعرف هذول كان من قبل محضرين صور حيوانات مثلا صور ذيب ثعلب كذا يسحرون، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، سوون شيء هذا الثعلب كنوده يصيح، سووا حيوانات. الإمام عليه السلام جلس، بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام أخذ قطعة خبز، هذول سحروا الخبز طار من إيد الإمام هيك طار. الإمام عليه السلام التفت إلى صور الحيوانات قال ليفترس كل منكم صاحبه، يلا. وإذا هذا الذيب طاح على رفيجه قام يعضه ويقطع، والثعلب والنمر والكذا، هو المنصور مغمي عليه من الخوف. هذا اللي إذا ساعين هذا المثال انقلب السحر على الساحر، عرفت؟ صاحب اليقين الإمام عليه السلام قلب قوي نفس مطمئنة. أئمتنا شوية إذا ينطون مجال لهذول بالدنيا يسوون كذا وكذا، هذا الإمام عليه السلام لأجل أي امتحان، امتحان يعني يعطيهم مجال شوية، بس الله ينطيهم مجال. مو أن الله سبحانه وتعالى ما كان يحب الإمام الصادق، لا مو هالمعنى. هاي الساعة حتما خلوها هناك حتى باشر أشوف أني هاي الساعة بيش الساعة بيش الساعة
جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه واصل إلى مرحلة اليقين. زين نجي إلى كلام الإمام موسى بن جعفر نكمل. أولا أن تعرف ربك، إخواني هاي كلش مهمة في حياتكم. ثانيا أن تعرف صنع الله بك. ثالثا أن تعرف ما أراد منك، شنو تكليفي أنا، والله شو رايد من عندي، أعمل حسب التكليف. هذا الذهنية ويا الإنسان. شوفوا واحد من أولياء الله خوش آدمي كان، قال شو سويت شرب بخدمة الإمام الحجة عليه السلام؟ أكو بعض الأوراد الأعمال قال له 40 يوم مثلا لحم حيوان، ما تأكل حيوانيات، ما تأكل شنو شنو شنو، وتشوف الإمام الحجة كان عنده معلم. يوم من الأيام المعلم قال له اليوم يوم 40 مالك، روح سوق الصفافير، تذكرون بكربل شاعدنا سوق الصفاري نسب عد ما أدري أكله ماك، قديما شاعدنا سوق الصفاري، سوق الصفاري يدخل بيه يدوخ لأنه كل واحد بيده الشاكوش ما لديه يدوق على الصفر، ما حد ما يسمع. هذا المؤمن دخل بسوق الصفارين، شاف مرة لابس ملابس مندرس مبين فقيرة، بيدها جدر، جدر من النحاس من الصفر. اجت يم الصفار الأول قالت بابا تشتري؟ شافها هيك قال ماما اليوم من يشتري بعد هاي أشياء عتيقة وكذا، قال اللي صار؟ قالت اشتري منك 4 دراهم. قالت أنا محتاجة 6 دراهم. لا ماما 6 دراهم ما يسوى. أخذت إجت من الصفار الثاني تشتري؟ قال اشتري من عندي 4 دراهم 10 فلوس ما يفيدني. ثالث رابع، هذا المؤمن واقف الدكان واحد صفار ومبين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. واقف اجت المريم هذا الصفار المؤمن قالت لبابا هذا الجدر بيش تشتري؟ شافها قال ليش تبيعي؟ قالت احتاج 6 دراهم ابني مريض. قال اشتري من عندك 24 درهم دينار. قالت تضحك علي؟ قال لا ما اضحك عليك، اشتري من عندك دينار و200 فلس 24 درهم. قالت عمي رحمة الله والديك، الله يجازيك بالخير، انطاها دي فلوس، كان انطاها دينار و200. العجوزة راحت رفيج المؤمن اجي يمه قال انت مسودن، انت خبال قدر قيمته 4 دراهم تشتري دينار و4 دراهم. قال له انا ما اشتريت قدر، أنا اشتريت حاجة هاي المرة، أنا عرفت هاي محتاجة. هذا لا إله إلا الله. بعض الأوقات تمشي بالسوق تشوف واحد شايب قاعد يبيع 4 زواج جوارين، شيل له جورة بطيع 10,000 دينار، أدري ما يسوى، أدري قيمته 1,000 دينار. هذا محتاج ما يريد يمد إيده، تسمعني لو لا؟ يريد يقول لك بس ما يريد يمد إيده. المؤمن رجع الصفار صاح له قال له تعال حجي تعال، إذا الناس واحد يرحم الثاني الإمام الحج عليه السلام هو يجواب دكاكينهم، ما يريد يقعدون 40 يوم ياخذون. دق على رأسه أنا وين مش، قال خلي أرجع يوم هذا الشايب أشوف. رجع شوف لا شايب أكو لا دكان أكو، مكاشف كانت مقابل عينه. عزيزي تسمعني لو لا؟ أن تعرف ماذا أراد الله منك، شي اللي أقدر أسوي، خدمة اللي أقدر أسويها، قدم هاي الخدمة لله، هذا لله واي مهم إذا واحد يقدر يسوي. ما أطول عليكم. المرحلة الرابعة الإمام الكاظم عليه السلام يعلمنا، المرحلة الرابعة وأن تعرف ما يخرجك من دينك. زين هسه أنت صرت من أهل اليقين من أهل التقوى، وصلت إلى مرحلة، ديروا بالكم يا ناس أنتم على خطر، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الشيطان يخاطب الله، اقرأ القرآن، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يحوم حول الإنسان. واحد الشيطان يجي عن طريق العين، واحد عينه نظيفة ميتة من طريق، يجي عن طريق الإذن، يجي عن طريق الإذن. يعني الآن شوفوا ايش قد يجي مقاطع الواتساب،
يخلوا لكم موعظة مع موسيقى، موسيقى، وهذا حرام ما يفتح على رأس الإمام الحسين. شفت واحد، أنا شفت في حال صلاة، شفت دي يدق موسيقى مطربة بدق بجيبه، كل ما أسرعت حتى أخلص أقول بابا إيش جد تسوي أنت على رأس الإمام؟ الإمام دي يشوفك، أشهد أنك تسمع تنظر. إي والله إلى ما سلم شفت راح. بعدين تقول يقول هذا مو موسيقى سيدنا، هذا موبايل. أدري موبايل، من قال لك بالموبايل تخلي موسيقى؟ خلي صوت قرآن، خلي آية قرآنية، خلي لك صوت رادود. الشيطان شلون يجي ويا الإنسان؟ عن طريق العين، عن طريق الإذن، عن طريق اللسان. وإسلاما يا ناس، كلام إمامكم أمير المؤمنين الإمام عليه السلام يقول: إذا رأي أمير المؤمنين آية الله العظمى في الأرضين، يقول إذا رأيت اثنين، رأيت بعينها اثنين على فاحشة ألقيت عليهما ردائي. إذا شفت اثنين على غلط أذب عباية، يعني أستر عليهم. إذا شفت أستر، وإحنا ما شايفين ما نستر، إحنا ما شايفين، نسمع ما نستر. وين توديها؟ في أي مجتمع إحنا عايشين؟ هذاك إمام اللي إجا واحد من أصحاب رسول الله قال: يا رسول الله، الآن طازج بعيني شفت اكو خرابه بطريق المسجد دنيجي، شفت فلان هم جاب اسم واحد من الصحابه مع امراه دخلوا بالخرابه. النبي حتى يعلم الناس قال: يا علي قم، قم واذهب ماذا يفعلان. امير المؤمنين امام معصوم، الامام النبي كان يقول: يا ابا ذر قم، لا يا علي انت روح. شوفوا اسمعوني زين، الان العالم دي يسمع صوتي. الامام عليه السلام اجى للخرابه وغمض عيونه، دخل قال: يا الله، من في هنا؟ هذول اثنين وشردوا، تسمع لي لو لا؟ انا ما فتح عينه حتى يشردوني، هربوا ورا. بعدين ما فتح عينه، ماكو احد. رجع قال: يا رسول الله، اما انا فلم ارى احدا. يعني شنو؟ يعني استر، يعني استر، واحنا نجي نبحوش نطلع الشعرايه من اللبن، شعر يكون من راقب الناس ما تهم. غمض عينك، بعض الأوقات عينك تطلعك من الدين، إذنك يطلعك من الدين، وأن تعرف ماذا يخرجك عن دينك، إيدك تطلعك من الدين، معاملة واحدة تطلعك من الدين، ما تعرف لا تتعامل أي معاملة. إجماع علماء الشيعة مثلا، أنا بين مسألة شرعية، بيع الكالي بالكالي حرام باطل. يعني شنو الكاري بالكاري؟ يعني دين بدين. يعني اقول على ابو الحديد، عمي اريد حديد، يقول باكر يجيني الحديد، اقول اشتريت من عندك طن حديد زين وفلوس، ما انطيك فلوس، اقول له لما اجي الطن من الحديد انا بعطيك الفلوس. هذا صار دين مقابل دين، باكر اعطيك فلوس باكر تعطيني حولون. باطل هذا المعامله، الكالئ بالكالئ، يعني الدين مقابل الدين. مثلا من المسائل، الله يرحمه المرحوم شيخ محسن، كان عندنا الشيخ محسن الثقفي رحمه الله عليه، هذا بالمدرسه الهنديه بكربلاء باب الطاق، انا بعيني شايفها يوميا، كان يجون مجموعه من الكسبه يدخلون بالمدرسه الهنديه ورا صلاه الصبح، هناك يجون ياكلون خبز وجبن وشاي بدون جوز، ياكلون خبز جبن شاي ورا الريوق. شيخ محسن كان يبين لهم مسائل الشغل، مسائل السوق، ناس كانوا يعرفون دينهم. مع الأسف هذا مرح. مسائل الدين، الله يرحم الشيخ هادي الشيبة يذكرون، صح الإمام الحسين عليه السلام الهيئة الحسنية قبل ما يصعد الشيخ هادي، مو كان يصعد قبل الشيخ يذكر مسائل شرعية. الله يرحمهم جميعا، راحوا. الله يرحم السيد الشيرازي، صح الإمام الحسين ورا صلاة الشيخ محمد علي الخراساني، اني هاي العين شفت باذن السماعي، كان يصعد المنبر مسائل شرعيه يبين للناس كليا، راح. ما يخرجك من دينك، اكو اشياء تطلع الانسان من الدين، ما يدري، من حيث لا يدري ده يعصي الله. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
يتصور هو من أهل الجنة. هاللعين ابن اللعين عمر بن سعد قال يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. الله الله الله، اقتل الحسين، ارفعوا رأسه على الرمح وجنة، أبشركم بالجنة. هذا الجهل مركب، لعنة الله عليهم أجمعين. لأجل الله، هذا الشاعر حلو يقول، يقول ساق الظعن، هذا الذي يسوق الظعن، ساق الظعن ترويعنا يبرد غليله، لما كان يأذينا يخوفنا هذا كان يبرد يرتاح، كانوا يحصل درجات من الجنة. أنتوا شايفين كلكم سامعين، هجم على خيام بنات رسول الله، المخيم قدامكم، وبيدهم مشاعل من النار، قال احرقوا بيوت الظالمين على رؤوس من الظالمين، رياجيل مقتولين ما باقي أحد، مجموعة نساء وأطفال عطاشة جياع، لا أكل لا شرب، غربة، أولاد الحرام، هذول هذول تحرقوهم تقتلوهم. وبعد يقول احرقوا بيوت الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. دخلوا على تلك الخيام، نهبوا الملاحف والحلي، وإن أقل سرقوا مقانعها علي عسير، ففررن في البيداء بنات محمد. اجت سيدتي زينب إلى الإمام زين العابدين، إمام زمانها، الحسين عليه السلام استشهد، إمام الزمان من بعد الإمام الحسين زين العابدين، زينب سلام الله عليها المؤدبة المتدينة الطاهرة، قالت يا بقية الماضين، يا بقية الماضين، يا ثمال الباقين، أحرقوا خيامنا فماذا نصنع؟ الإمام عليه السلام في شدة مرضه دمعت عينه وقال عم عليكن بالفرار، ففررن بنات رسول الله وهن يصرخن ومحمدا وعليا، ففررن في البيداء بنات محمد. شنو معنى هذا البيت أعزائي إخواني؟ أنتم أهل المجالس خدام الحسين، أهل الغيرة والحمية. ففررن في البيداء بنات محمد وكفوفهن وأكفهن على الرؤوس ستور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نهب المقانع والحلي، نهب الملاحف والحلي، وإن أقل سرقوا مقانعها علي عسير. يقول الراوي رأيت طفلة تركض خائفة من النيران، حافية على الأشواك تركض، واضعة يديها على رأسها وهي تنادي ومحمدا، وقد اشتعل جانب من ثوبها، فركضت خلفها لأطفئ النار، كانت تظن بأني أريد أن أوذيها، كانت تركض بأسرع ما يمكن وأنا خلفها تنظر تركض، إلى أن وصلت إليها وقفت عندها ووقف الفرس، رأيت الطفلة من شدة الظمأ، من شدة الرمضاء، دخلت تحت ظل الفرس، تضع قدما على الأرض ترفع الأخر لأنها لا تستطيع أن تضع قدميها على الرمضاء، تضع قدما ترفع قدما. قلت لها، قدمت لها شيء من الماء، لما نظرت إلى الماء قالت يا هذا أسألك سؤالا، إن أبي الحسين لما أراد أن يودعني
ضمني إلى صدره، رأيت شفتيه ذابلتين من العطش. أحسب عليك بالله، هل ذبحوه عطشانا أم سقوه ماء؟ قلت لها ذبحوه عطشانا، رمت الماء على الماء. هيا نشرب لذيذ الماء حاشا، واغلي قضوا كلهم. عطاش وحسين التراب أمسه فراش، يا غريب وعلى التربة يا 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 كسرت خاطري يتامى حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا سيدنا محمد تفضل الدعاء. شيخ تفضل. إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا الله يا الله أما أن يجيب المضطر. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، هنيئا لكم هذا المجلس، أقرب مجلس الآن بالعالم إلى قبر الحسين هذا المجلس، ما شاء الله. ارفعوا أيديكم بالدعاء، يرحمكم الله فردا فردا. إلهنا نقسم عليك بحق الحسين، بعطش الحسين، بكبد الحسين، عاش مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله. يا الله أسألكم الدعاء، عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم عجل فرج إمام زماننا قريبا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهوره يا الله. اللهم اشف مرضانا. إلهنا آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين
وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا جميعا مع أنصار الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.